نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. مساء الخير مشاهدينا الكرام، أو خلينا نقول أصدقائنا الأحبة، عشان أكيد بعد 7 حلقات تابعتونا فيها نكون أصدقاء بإذن الله. عموماً إن شاء الله بإذن الله تكون أيام شهر رمضان كلها خير وسعادة وراحة بال عليكم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع مختلف جداً، عند البعض عادة وعند البعض تلقاه في السنة حسنة، هذا إذا لقيته يقلب حياتك 360 درجة وينقلك من مزاج إلى آخر. في هذه الأيام نحتاج إلى هذا السلوك بكثرة. سلوك اليوم الابتسامة. طب إيش الابتسامة؟ ما الناس كلها تبتسم، هل الموضوع مهم عشان نتكلم عليه في حلقة كاملة؟ أكيد مهم، عشان الابتسامة تخرجك من جو إلى جو آخر. طب كيف؟ أول شيء خلينا نشوف الموضوع صحياً، عشان كثير من الناس في هذه الأيام مهتمة بصحتها كثير وتحاول إنها تحصل على صحة مثالية. الابتسامة تقلل من ضربات القلب. طيب خلونا نسمع، هل مع الابتسامة تزيد ضربات القلب أو تقل؟ يعني مثلاً أنا لو قربت أبتسم ولو قربت أن أنا أكشر، هل يختلف؟ أكيد يختلف. ليش؟ لأن سبحان الله لما الإنسان يبتسم ضربات القلب تكون بطيئة وسلسة، لكن لما الإنسان يغضب ضربات القلب تكون متسارعة. هذه من ناحية. أما من الناحية الثانية، فأنت لما تبتسم تحرك عضلات وجه قليلة فما تتعبش، لكن لما تكشر عضلات الوجه اللي تتحرك عندك أكثر بكثير من عضلات الوجه اللي تتحرك لما تبتسم. فعلى الأقل ابتسموا وارحموا عضلات وجوهكم. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. أما بالنسبة للنقطة الثانية، فالابتسامة تخفف الإجهاد، تقلل التوتر، تعطيك أمل في أن القادم في حياتك بيكون أفضل، تجنبك الأسف، لأنك بمجرد ما تبتسم معناته أنا آسف. طبعاً المؤسف في الموضوع أن في ناس لمجرد أنك تشوفها بأي مكان عام، سواء كان في السوق، في الحارة، في عرس، في جلسة، في تجمع، حتى في المساجد، ولا شعورياً تبتسم لها، يجاوبك بكل حدية ويقول لك خير، من فين المعرفة؟ طبعاً احنا ما نتكلمش عن ابتسامة هوليوود اللي يوزعوها بعض الشباب دائماً لبعض النساء في الأسواق، لا، احنا نتكلم عن الابتسامة اللي تعطي للشخص روح التفاؤل. اخي ما يفعل الشاك هذا، ما اللي ما يفعل الشاك هذا، نكستني يا رجال، روح اضحك وصلي على النبي، اضحك لا الدنيا تضحك لك. اين اضحك مالك وانت فارح بتوزع ابتسامات؟ يا اخي ما عاد معانا الا الضحكه الذي هي بلاش، ما عاد نشياش بلاش ولا بزلط، الضحكه احلى شيء في الحياه. شابعي هي انت اللي دحين ما فعلت، خلك سوي الرجال. يوه يوه يوه، اشهد لله انك اتيته. هي دحين اتصل واعتذر لي، اشهد لله الله يفتح عليك. الابتسامة اللي نحن نتكلم عليها هي مترجمة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وإحنا في حلقة سابقة تكلمنا عن الصدقة، لو ما عندكش حاجة تتصدق فيها ابتسم. ليش نخلي كل عمل في وراه نوايا سيئة؟ حتى لو حصل هذا الموقف مرة أو مرتين،
مش معنى كذا انه خلاص الانسان ما بيبتسم لكش الا اذا في وراه إن. كثير من الناس للاسف يدخلوا عليهم ابنائهم في البيت مثلا، يدخلوا على ابوي على امه في غرفه النوم يبتسم له، كيفك يا بابا، ايش اخبارك، كيفك يا امه، ويبوسه ويضحك ويبتسم. ايش يردوا عليه؟ خير؟ ايش قد في معانا؟ ايش من مصيبه قد سويت؟ يجيبوا للواحد الكآبة. حتى لو الواحد ايش يبتسم يبطل، يحس انه الناس بتاخذه على هذا الانطباع، كل ما ببتسم بيقولوا لي نفس الكلمه، كل ما بضحك معاهم بيقولوا لي نفس الكلمه، خلينا نكدي احسن. الموضوع هذا مش شرط كمان انه يكون اسقاط على كل الناس. يعني مثلا يجي الاب يكلم ابنه، مالك يا ابني اليوم شفت عمك فلان في الجامع، لا سلمت عليه ولا ابتسمت في وجهه، وقال انك ولا عبرت له ولا عطيته اي قيمه. انا اسلم عليه؟ اذا هو 24 ساعه مكشر في وجهي، اذا هو 24 ساعه ما يبتسمش، يجيب للواحد الغمه، ما يخليش الواحد حتى يبتسم في وجهه. هو مش مكشر ولا نكدي ولا يجيب للواحد الغمه، هو طرحت وجهه كذا. سبحان الله، في ناس ربي خلق تقاسيم وجههم قاسيه نوعا ما، لما تلفت له بشكل طبيعي تحس انه مكشر ومزمقر وان الدنيا كلها مقلوبه عليه، بس هو طبيعته كذا. حتى احيانا لما يضحك ما تعرفش انه يضحك. لا نحكمش على الاشخاص بمجرد الانطباع الاول اللي نشوفهم عليه. سبحان الله، ما حدش يكون عارف وضع الانسان هذا ايش. طبعا بالمقابل سلوك اليوم اللي نتكلم عليه سلاح ذو حدين، يعني ما ينفعش انت تكون في وضع موت، في وضع مرض، في وضع ألم وتوزع ابتسامة كريست على كل الناس الموجودين. المواقف لها أحكام، وأحياناً بتسمع كلمة بتوقعك، عشان كذا خليك متوازن واعرف متى تبتسم والمن تبتسم. طيب لو تكلمنا اليوم وقلنا نشي نعمل اتفاق مع كل الناس اللي يتابعونا، نروح اليوم ونحاول نعمل طريقتين. اعمل سيلفي وانت مكشر، بس تكشيرة صح، واعمل سيلفي وانت مبتسم، وحاول انك تحط الصورتين في صورة واحدة واحكم على نفسك بنفسك، يا ترى فين شكلي اجمل، لما اكون مبتسم ولا لما اكون مكشر. وعشان الابتسامة مهمة، في دعوات كثيرة تحث الناس أو بالأصح تغصبهم إنهم يبتسموا. أكيد كلنا عارفين الخاصية أو الميزة الموجودة في بعض التليفونات أثناء عملية التصوير. التليفون تضبطه بحيث إنه يصور لوحده، لكن كيف يصور لوحده؟ الشاشة ما تأخذش الصورة إلا إذا ابتسمت، ومش أي ابتسامة. أحياناً الصورة ما تلتقطش إلا إذا وصلت لدرجة ابتسامة محددة، هذا شيء. أما الخاصية الثانية، ففي بعض التلفزيونات عملت علاقة عكسية ما بين المتلقي وما بين التلفزيون. كلنا عارفين إن الإنسان لما يكون ضبحان وتعبان وطافح يتفرج التلفزيون عشان يشوف شيء يضحكه، بس التلفزيونات هذه عملت على علاقة عكسية، عشان التلفزيون يلصى لازم تبتسم. الشاشة فيها تقنية حساسة جداً، بحيث إنه الشاشة ما تلصيش إلا إذا شافت الجمهور اللي موجود قدام شاشة التلفزيون يبتسم. شايفين الناس كيف تخلي الواحد يبتسم؟ صميل، بتبتسم يعني بتبتسم. تعالوا نشوف إيش ممكن الابتسامة تعمل واقعياً في حياتنا. كان في طفلة صغيرة عمرها 7 سنوات تبيع مناديل. الطفلة هذه كانت تمشي في الشارع تدور حد يشتري منها المنديل، فلاقت حرمة كبيرة في السن جالسة تبكي 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 وما فيش حد حولها. راحت البنت الصغيرة وضربت على كتف هذه المرأة. رفعت الحرمة راسها شوية شوية وشافت الطفلة، ابتسمت الطفلة ابتسامة تشرح القلب، وأخذت المنديل الباقي معاها وفتحته
وأعطت للحرمة تمسح دموعها وشلت نفسها ومشت. جلست الإنسانة هذه مستغربة من فعل الطفلة وجلست تراقب خطواتها وهي ماشية. التفتت الطفلة لورا وشافت المرأة بنفس الطريقة وبنفس الابتسامة العريضة. اللي حصل إن المرأة هذه كانت تبكي عشان في مشكلة بينها وبين زوجها. بعد ما شافت ابتسامة الطفلة خرجت تليفونها من الشنطة وكتبت رسالة. كتبت رسالة وأرسلتها لزوجها وقالت له أنا آسفة. كان زوجها في ذاك الوقت في مطعم، فأول ما خرج التليفون وشاف الرسالة ابتسم وطار من الفرحة ونسى كل حاجة، وقرر إنه يكافئ الجرسون اللي موجود معاه ويعطيه بدل قيمة الوجبة 20 جنيه. فرح الجرسون وأخذ نفسه بعد انتهاء الدوام وراح لمكان يبيعوا فيه اللحم. أخذ أشياء للبيت وأخذ لحم وأخذ الأغراض عشان يفرح بيته، وبدل ما يعطي لهذه الإمرأة اللي مسؤولة على بيع اللحم 2 جنيه أعطاها 7، وقال زي ما أسعدنا هذا الرجال أنا بسعد أي إنسان ألاقيه في حياتي. فرحت الحرمة لما شافت هذه الفلوس موجودة معاها اللي هي أكثر من قيمة اللحم، فقالت هذه المرأة العجوز أنا اليوم باخذ لحمة للبيت زي ما ربنا رزقني بفرح اللي معايا. أخذت هذه المرأة بعض اللحم وراحت للبيت، فتحت الباب ولاقت حفيدتها اللي تبيع المناديل تستقبلها بنفس الضحكة اللي أعطت فيه المنديل للمرأة. دارت القصة، دارت ورجعت لنفس البنت. ما كانتش عارفة البنت الصغيرة إن إعطاء منديل أو مسح دمعة لوحدة مهمومة وضايق خلقها ممكن يرجع عليها بهذا العائد المربح. الرسالة في الموضوع إن لما تبتسم لشخص ما تكونش عارف إيش الشيء اللي ممكن إنه يعود عليك بالفائدة، بس مدام الابتسامة بلاش ابتسم ومحدش عارف إيش ممكن يجيلك منها. مشاهدين الكرام، بهذه القصة اللي نتمنى إن رسالتها تكون وصلت لكم جميعاً، وعلى الأقل اليوم بس يكون مليء بالابتسامات ونشوف إيش الجزاء المربح اللي بيجي لنا من وراء هذه الابتسامة. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج رمضان كذا، على أمل لقاءكم بكرة بإذن الله في نفس الموعد ومع سلوك آخر، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود. مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان بالخير تعود.